السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. أنا بشاير من قناتي بي هاندي ديكوريشنز. اليوم راح أشتغل على 6 لوحات من الريش. حبيت أصور لكم اللوحات، يعني صح العمل متكرر في مقطع قبل كذا، لكن كل مرة أعطيكم معلومات أكثر وتلميحات ما تكون موجودة قبل. كان عندي 4 لوحات متوفرة أوردي، بس لأن مساحة العمل مساحة الجدار أو المكان اللي راح يحطون فيه اللوحات عريضة، فاضطريت أزيد 2 زيادة. اللي صار إنه اللوحات اللي عندي قبل كذا 4 فقط، ورحت نفس المكان اللي أخذتها منه ما لقيتها. أنا من وين أخذتها اللوحات اللي قبل؟ أخذتها من السوبر ماركت عندنا، سوبر ماركت اللي هو وول مارت فيه لوحات، فكنت ما أخذتها منها. دورت ما لقيت، فرحت على محل مختص اللي هو مايكلز. المفروض انه هو محل مختص ويجيب اشياء يعني احترافية وجودتها ممتازة. شوفوا هاللوحة اللي انا فتحتها الحين كيف نازلة كذا، فيها يعني الورق القماش فيها مو مشدود نفس اللي انا اخذتها من السوبر ماركت. ليش اصور لكم كل هالفروقات؟ لان دايما تسالوني من وين نجيب اللوحات، انتم تحبون تعرفون مثلا ادلكم على شركه معينه او براند معين وروحوا خذوه من المحل الفلاني، وانا دايما اقول لكم انا اخذ من اي مكان، وين ما القى لوحات حجمها عجبني اخذتها. يعني هذول اللي جايين 2 مع بعض اخذتهم من السوبر ماركت، سعر هذول تقريبا سعر الثانيه 2 ضعف سعر هاللوحتين سوا، متخيلين؟ بس لأنها من محل مختص بالفنون صارت تكلفتها أعلى، لكن جودتها جدا أقل. حتى من الخلف ما حبيت الشغل فيها، لكن الهدف كان عندي إن أنا يكون عندي لوحات بنفس المقاس أو نفس الحجم. راح أشتغل على هذه الألوان، لكن الطلب كان إني أشتغل الريش بنفس نفس الفكرة ونفس الألوان السابقة، لكن مع زيادة لون أخضر. ما راح أتكلم هنا كثير عن التفاصيل، ارجعوا لمقطع الريش السابق رقم 71، اتكلمت بالتفصيل عن إيش الألوان أو كيف الكميات اللي نحطها، كل الملاحظات اللي واجهتني تكلمت عليها بالتفصيل. هنا اللوحات راح تكون معلقة فوق جدار، راح يكون جدار عليه سرير، اللي هو الهيد بورد، اللوح حق السرير، ظهر السرير راح يكون لونه أخضر. فطلبوا مني إني أزيد اللون الأخضر، فاستخدمت في الريش الملون نفس الألوان، لكن استغنيت عن الذهبي بالنسبة للريشات الأولى اللي سويتها وزدت الأخضر. أنا الطلب كان من جيراننا هنا في كندا، شافوا اللوحات اللي قبل وعجبتهم. هنا شوفوا كيف لما شوي صار عريض الخط بدأت شوي أصلح عادي، يعني ولا بان ولا صار شيء. أهم شيء خذوا من نفس اللون وصلحوا عليه بلمسات خفيفة جدا، لا تضغطون بزيادة راح يصير عندكم حفر. هنا الثانية اللي هي الزرقاء خففت مرة من اللون التركواز، بحيث أني أقدر أحط الأخضر بزيادة، فيكون عندي درجات أزرق وأخضر والتركواز. حطيت كذا نقطة بسيطة بس عشان شوي كذا ينور لي يعني الريشة. هنا كمان أعتقد هنا شوفوا صار معي مشكلة، بعد حبيت أوريكم إياها كيف نتعامل معها. طبعا هنا أنا مسرع الفيديو. هنا استخدمت أداة من أدوات النحت للصلصال، لكن ما حبيتها، تركت لي كذا فراغ، يعني استخدمتها بس هالمرة وبعد كذا تركتها. هنا كشطت اللون، حطيت عليه أبيض، يعني أي خطأ ممكن يتصلح معاكم، المهم الشغل في الأخير يكون نظيف. هنا اللوحات اللي سويتها 6، ف3 ملونة و3 درجات الأزرق مع الأخضر. حبيت أني أنا يعني فعلا بان أن الأخضر هو اللي غالب عليه. هنا جيت أوريكم الرزن تكلمت عنه في فيديو رقم 67 بالتفصيل، كيف نخلطه، إيش النوع، ليش اخترت هالنوع. حطيت هنا صبيت الرزن، الصراحة يعني ما في
زي التوزيع باليد، بس نكون لابسين القفازات، وأفضل أفضل إذا كانت على مقاسكم. ما كان عندي إلا هذا للأسف، راح يكون التحكم أحسن. اللي أسويه أنا ملاحظتي اليوم لكم للرزن إني أحط طبقة خفيفة أوزع بيدي، أنزل على الأطراف، ما أحب أصب كثير وعشان ينزل ويغطي الأطراف. It's too much الصراحة إنه ينزل على الأطراف الرزن، عارفين الرزن شغلة صعب ومتعب ومكلف، فأوزع الأطراف لأن الأطراف كذا ولا كذا ما راح يكون عليها طبقة سميكة زي الواجهة. أوزعها، أتأكد إن كل الأطراف أخذت، بعد كذا أزيد طبقة ثانية شوي من فوق قبل ما تجف مباشرة. أهم شيء هدفي الأول إن أنا غطيت كل القماش، غطيت كل الأطراف، بعد كذا أحط طبقة ثانية. ولا تنسون جزء اللهب، وكل شوي انزلوا يعني بعيونكم، خلوا عيونكم بمتوازية مع اللوح عشان تشوفون إذا في فراغ، إذا في شيء أنتوا ما وصلتوا له بالرزن يصير تزيدون عليه قبل ما يعني يجف ويفوت الأوان، ويصير يبغالكم مرة ثانية تخلطون وتسوون يعني يصير يعني يوم ثاني شغل ثاني. هنا أعتقد راح يكون واضح إني اضطريت يعني أزيد، يعني شوفوا الحين وزعت بيدي، أتأكد كل الأطراف تغطت، كل الجوانب تغطت، بعد كذا نزلت وشفت وين ما في، شايفين هنا كان عندي خفيف فرجعت أحط عليه. طبعا هو الرزن يعني هو يصير مستوي من نفسه، يعني هو راح يتحرك ويغطي، لكن أحيانا يصير عندنا بقع مفقود فيها الرزن ما وصل لها، فالأفضل إن إحنا من البداية ننتبه وين ما يكون ما في نرجع نزيد شوي شوي. وهذه النتيجة النهائية، طالعوا لمعة الرزن، شيء خيالي صراحة، أخذت القطعة لمستوى آخر تماما. طبعا هذا الفرق في فيديو اليوم عن فيديو رقم 71، ما وريتكم لما حطيت الرزن، اشتغلت بهدوء مع نفسي، شوفوا كيف، مرة 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 شيء جميل. على فكرة على الانستغرام راح أحط لكم فيديوهات أكثر لباقي الريش، هنا ما حبيت إن الفيديو طول عليكم، راح أوريكم الحين كيف الأطراف متغطية، كيف كل شيء يلمع بطريقة ممتازة. هذا آخر فيديو قبل رمضان، الله يبلغنا إياه وإياكم وإحنا في أتم صحة وعافية، ويتقبل منا يا رب جميع أعمالنا. أشوفكم إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله. لا تنسوني من دعمكم وتشجيعكم سواء على اليوتيوب أو إنستغرام، ولا تنسون أهم شيء تشاركون المقطع مع المهتمين.